السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم يا حبايب قلبي، اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام ليلى. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا، يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، حبيبنا ونبينا وشفيعنا يا مدين محمد صلى الله عليه وسلم. الفقاسه بتاعت النهارده عامله لي كميه جميله جدا جدا من الطيور، واحلى مفاجاه، حاجه جميله جدا جدا. ربنا يبارك يا رب ليا ولكل امه محمد ان شاء الله، ويرزقنا ويرزقكم الخير جميعا، اللهم امين. معايا كميه كبيره جدا جدا من الفراخ، معانا فراخ هندي ومعانا فراخ بلدي، ربنا يبارك يا رب. ومعانا الوز الاخضر الجميل بشاير الخير اللي معانا في الفقاسه النهارده، كنت صورته معاكم في الفيديو اللي فات وهو لسه بيخرج منه البيضه، بس النهارده بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك يا رب. جيت عشان اقلب البيض لقيتهم جمال جدا جدا، فيا ريت نسمي بالله كده والكل يدعي بالبركه كده. ربنا يبارك يا رب ليا ولكل امه محمد ان شاء الله، ويبارك للجميع اللهم امين. شايفين الجمال والحلاوه ده؟ ربنا يبارك يا رب ليا ولكل امه محمد اجمعين. شايفين بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك يا رب. وازاي جميله هي في الارض اهي، الفوق التانيين زمانهم لسه فوق. شايفين حضراتكم الكميه اللي موجوده معانا من الفراخ؟ بقى معايا 3 بطايات من اللي خارجين امبارح بتوع جماعه تانيين، لسه ان شاء الله يجيبوهم النهارده، انما بقيه البط كله خرج راح لاصحابه. فربنا يبارك يا رب ليا ولكل امه محمد، ويرزقنا ويرزقكم الخير جميعا ان شاء الله. معانا انتاج حلو جدا جدا من الفراخ، لسه في معانا فراخ ما خرجتش، كل الفراخ هتخرج ان شاء الله، ربنا يبارك يا رب. معانا فراخ هندي يا حبيب قلبي، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا يبارك يا رب ليا ولكل امه محمد اجمعين. العرب جايين حالا دلوقتي عشان ياخدوا الوز بتاعهم، الوز ده بتاع ناس عرب. ربنا يبارك يا رب، الوز ده هتبقى ابيض فرصاصي. ربنا يبارك يا رب ليا ولكل امه محمد ان شاء الله، ويرزقنا الخير جميعا. احاول بس احط حاجه قدام الفقاسه عشان بس الطيور ما تخرجش منها. شوف بس ايه اللي خارج معانا الاول كده، في هنا فراخ، نشوف بس الفراخ معانا الاول كده. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك. دي كتكوت هندي اهو، دي هند عضمه يا حبيب قلبي، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. لسه معانا مين؟ طب مشغوله دي واحده جايه؟ لا بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. دي كتكوت القشريه لازقه فيها هي، بسم الله ما شاء الله. هقفل بس معاكم يا حبيب قلبي لان في ناس عايزانا بره، هخلص معاهم وارجع اوريكم الخير اللي معانا والانتاج اللي معانا. شوف بس الوز، لان ممكن يكونوا اصحاب الوز اللي جايين. نشوف الوز الاول كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا يبارك يا رب. معانا بط خارج معانا برده هنا اهوت، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الوز معانا اهوت، دول الثلاث وزات التانيين اهمت، وواحده في الارضيه، يبقى دول 4 وزات. ومعانا بط خارج هنا اهوت، ربنا يبارك يا رب. معانا بط خليط هنا اهوت، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. همشي الناس اللي بره وهاجي اوريكم بقى الانتاج اللي موجود معانا هنا. خلاص يا حبايب قلبي، في ناس يعني عايزه تجيب لي بيض وكده، فكانوا بيسالوا يعني على الاسعار واستفسروا يعني، فربنا يبارك يا رب ان شاء الله. شايفين حضراتكم بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله، طالع لي كتكوت. شايفين حضراتكم يعني ده ايه؟ هجين هندي مع ابراهيم، ربنا يبارك يا رب. ده هجين هندي مع ابراهيم، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا يبارك يا رب ليا ولكل امه محمد اجمعين. كنت حطيت الديك الهندي فتره كده مع الفراخ البراهمه، ورجعت اشتلته تاني لان انا مش حابه موضوع الهجين ده، فربنا ييسر الحال يا رب ان شاء الله، والديك بتاعنا يبدا يخصب عشان يشيل معانا ايه، يجيب معانا انتاج ان شاء الله. يعني الديك بتاعنا مجرد ما يبدا يخصب هيجيب معانا انتاج. شايفين هندي برضو اهوت، ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك للجميع ان شاء الله، ويرزقنا جميعا الخير اللهم امين. طالع معايا كميه النبادي هندي، ممكن حوالي عن 5 6 فراخ، بسم الله ما شاء الله. شايفين حضراتكم، ربنا يبارك، ربنا يبارك. الفراخ اللي طالعه معانا النبادي الهندي حجمها حلو جدا جدا، ربنا يبارك ليا ولكم ولامه محمد اجمعين، ويرزقنا ويرزقكم الخير اللهم امين. بسم الله ما شاء الله، كميه جميله جدا جدا. لسه معانا في الرفوف برده الكميه كلها ما خرجتش. شايفين حضراتكم الحضان بتاعنا ملان اهوت، ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك. الاضاءه بس من الطيور واقفه قدام الكاميرا، فالاضاءه بس مش ظاهره الكميه اللي موجوده في الفقاسه كلها، بس بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحضان بتاعنا مليان في كميه حلوه جدا جدا، ربنا يبارك لنا جميعا يا رب. وريكم الرف اللي موجود معانا هنا برده اللي خارج فيه، عشان بس الكرتونه انا حاطه كرتونه مش عارفه افتحه تاني. ومعانا ربنا يبارك يا رب، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا يبارك للجميع. معانا انتاج برده لسه بيخرج اهو، ده الانتاج اللي كان بيخرج معانا لسه هو. شايفين حضراتكم لسه الكتكوت لازق في القشره، ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك للجميع ان شاء الله، ويرزقنا ويرزقكم الخير اللهم امين. حاجه جميله جدا جدا، والفراخ طالعه حيويتها عاليه جدا جدا، بسم الله ما شاء الله، حتى اللي لسه خارج من البيضه يعني ايه، بسم الله ما شاء الله، حلو جدا جدا وربنا يبارك. مالك يا عم الحاج، انت ميت ولا عايش ولا ايه دنيتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
ربنا يبارك للجميع يا رب، ربنا يبارك يا رب للجميع ان شاء الله. كميه حلوه جدا جدا معانا. هبدا بس اشيل القشور اللي موجوده عشان اخلي مكان لباقي الطيور انها تخرج، عشان مفيش حاجه ايه تلزق في بعضها. في ثلاث بطاط لازقين في بعض، منهم واحده بايظه، انا مش عارفه هشيلها ازاي، لان ممكن تكون الثانيه فيها بذره وكده، يعني ممكن يكون فيها فرخه، لو شلت الثانيه ورميتها يبقى انا كده برمي ايه اللي هيطلع رخ. فربنا يبارك يا رب. نشيل بقى كميه القشور دي كلها عشان نوسع المكان لباقي الفتاكيت انها تخرج براحتها. ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك. كمية حلوة جدا جدا بسم الله ما شاء الله. والفراخ بسم الله ما شاء الله حجمها جميل جدا جدا، يعني الفراخ حجمها حلو، حجم الفراخ كبير. ربنا يبارك للجميع. حاجة في منتهى الجمال وفي منتهى الحلاوة لما تفتحوا الفقاسة بتاعتكم أو باب رزقكم كده وتلاقوا فيها الخير ده. دي كتكوت القشرية عاملة عليه، فهنشوفه صاحي ولا ميت. لو صاحي هنساعده، لأن إيه ما عادش عارف ينقر ويخرج. القشرية الطرية اللي عليه مش عارف ينقرها ويخرج. اهو بسم الله ما شاء الله صاحي اهو يا حبايبي. بس كده يخرج بقى براحته. ربنا يبارك يا رب. هيطلع معانا كميه النهارده كبيره من الانتاج، يعني ربنا بيعوض ايه يوم عن يوم، ربنا بيعوض يوم عن يوم والله. والخير لما بيكون كتير بيبقى خير ليا ولصاحبي. ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك للجميع. شايفين حضراتكم بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا يبارك يا رب. نلم كميه القشور كلها بحذر كده عشان بس ايه ما نعملش اي حاجه في الطيور بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله، كميه حلوه جدا جدا والله العظيم. يعني ما كنتش عارفه ان الكميه دي كلها خارجه، لان كان البيض لسه ناقر معايا بالليل ما كانش خرج كله. فالحمد لله والشكر لله طلع معانا كميه جميله جدا جدا. شيل برده القشور اللي موجوده معانا في باقي الرف كده، يعني ده الرف من ده بياخد له حوالي عن 200 بيضه، بس انا مش حاطه 200 بيضه، يعني انا ببقى اسيب الايه المجال واسع شويه عشان لما اجي اقلب البيض يبقى المجال واسع، البيض ما يتخبطش في بعضه ويتكسر منه. فانا ببقى اسيب المجال ايه له شويه، فممكن يكونوا 180 بيضه 170 بيضه. فربنا يبارك يا رب، اللي يخرج منهم رضا من عند ربنا، فضل وعدل من عند ربنا. فربنا يبارك للجميع يا رب ان شاء الله. إيه انتاج حلو جدا جدا النهارده. انت متكلفت كده ليه يا عم الحاج فوق كده؟ بسم الله ما شاء الله والله العظيم. انا ما بكون في انتاج كتير كده ببقى مبسوطه جدا جدا، ببقى فرحانه للناس اللي طالع لها خير كتير، وفي نفس الوقت ربنا هيرضيني منهم ويرزقني منهم برضه. فربنا يبارك يا رب للجميع ان شاء الله، ربنا يبارك لنا جميعا. الكتكوت برضه هو مش عارف يخرج، هنساعده. البيض انا قمت الصبح بدري رشته ميه عشان ايه يفرقع كله وايه ويخرج الكتكوت اللي موجود فيه، والفاضي هيبقى معروف بقى مش هيخرج منه اي حاجه. فربنا ييسر الحال يا رب. القشريه لازقه على ظهره. لما يكون عنده بيض بيخرج بحاول ان انا ايه كل فتره كده ابص عليه، ما بتكلش على انه هقلب البيض او ما اقلبش، كل فتره بقوم ادخل ابص عليه لو كتكوت مزنوق في القشريه او كده، يعني بعمل متابعه عليهم عشان لو كتكوت مزنوق في القشريه والقشريه لازقه عليه بحاول اساعده عشان بس ايه ما يحصلش فيه انعواج في رقبه في رجل في اي حاجه. فربنا يبارك يا رب. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك يا رب. بسم الله ما شاء الله. معانا لسه بيض ناقر يا حبيب قلبي، دي لسه بيض ناقر اهو، مش عارفه بقى ظاهره معاكم ولا مش ظاهره، هحاول اقربها لكم. اهي ناقره، هسيبها بقى تخرج ايه براحتها. عملت له بالمنقره عشان كسرت القشريه عشان مش عارف انقر ويطلع. ربنا يبارك يا رب. كل اللي فاضل معانا ده بقى لو في حاجه لسه فيها اجنه برده اهو يا حبايبي، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، اللي فيه اجنه اهو، لسه في بيض ناقره. فانا مش هستعجل عليه، هسيب الانتاج ده معانا في الفقاسه لاخر اليوم لحد ما اللي فيه موجود كله ايه فيه بذره وكده يخرج براحته، مش هنستعجل عليه خالص. يعني لسه معانا بيض كتير من القرش اهوت، فلو في اجنه يخرج بقى براحته. فربنا يبارك للجميع. شايفين انا بتكلم معاكم وهم طلعوا من مكان تاني. فربنا يرزقنا يا رب الخير جميعا ان شاء الله. يعني الفتره ديت اول انتاج يجي لي بالكميه ديت وبالخير ده وبالرزق ده كله. ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك ليا وليكم لامه محمد اجمعين، ويرزقني ويرزقكم الخير اللهم امين. وكده حبيب قلبي اكون وصلت معاكم نهايه الفيديو بتاعنا النهارده. بالله عليكم لو استفدت مني باي حاجه او المشروع عجبكم او الفكره عجبك او اي حاجه عجبكم من اللي بقدمها لكم، ما تنسوش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام ليلى. اشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.